بني يطو 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 الى من يطو الى من الله يا عيني يا عيني على الوكروه الوكروه والوكروه الواخبة الوكروه ضحارة الوكرة. هذا عمر علي يفتتح التسجيل لمصلحة الوكرة بالطريقة الجميلة بالاداء المحوج. هذه البداية، هذا عمر بالقوة مار بالاداء مار، بعد ذلك مر رجاس الجميل خالد منير بن يطو بن يطو قوة في السلامة نزلها الى عمر علي اللي بداها وارضية سجلوها سجلوها سجلوها. هل الوكرة يسجلون اول الاهداف؟ عمر علي ضحى بيمناه في الزاوية اليمنى من فهد يونس. بدا اللقاء والفرحة فرحة يا هل الوكرة. يصل دالة 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 في المساء. يسجل هدفان من خلال هذه الكرة التي لعبت، بعد ذلك دالة يمرر إلى بن يطو يتدخل دام 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 عطى الكرة لبن يطو وخلاهم جدام دام 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 بهدفين مقابل لا شيء. الوكرة يتقدم على الريان، يتقدم على الريان الاول بحمل وبمجهود والثاني كذلك. قام ينتصر، هذه موظف الدوحة اللي ناقص ينتصر. هذه الكرة تلعب الان خطيرة الله، لكن هدف يسجل الان عن طريق زونسي الحل زونسي. الم اقول لكم بانهم عليهم ان يستغلوا هذا الزونسي بهذه الطريقة. يسجل الان ويقلص، شوف في حالة في لحظة كل شيء بالإمكان أن يتغير زونسي بهذا الشكل بهذا الأسلوب. دالة والله دالة اللي سجل ليس زونسي، دالة من سجل، دالة هو الذي سجل الكرة الماضية، لكن بطريقة زونسي بعمل زونسي وبحالة الطرد الآن 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 لربما يعود الريان ويقلب كل الامور. شوف ثمان سنين زين زين جيد غير جيد. مال الله نقلت امامي الى يوهان بولي. اوه يا عين لا 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 لا. اي جنون هذا، اي جنون هذا. يعودون لم يفعلوا شيء لكنهم في دقيقة ونص يعود الريان، يعادل الريان، يفعل ذلك الريان. الريان الريان رهيب وبس، رهيب وبس. 2-2 على كرة جميلة للغاية. يوهان يا بولي، يوهان يا بولي يسجل ثاني اهداف الرهيب. 2-2 في غمضة عين سووها الريان، سووها الريان وقرت العين. تحولت وصلت بعد ذلك لمصلحة أميد الله. هي مجنونة، هي غريبة، هي بالروح، هي بالأسرار، هي هو أميد 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 إبراهيمي. يسجل ثالث أهداف الوكرة، يفعلون يسجلون بالإصرار بالقوة يفعلون. هذه الكرة التي لعبت وبعد ذلك عادت وصلت هنا، التدخل الموجود أميد بيسان. الله 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 يا على كرة قوية جدا.
يسدد بقوة في الزاوية اليسرى ويجعل الوكرة يتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين. يفرحون سعيدين بما يرون الآن من هؤلاء اللاعبين. يا أوميد أمان أمان أمان. جاءتي اليسرى لياسين، هنا الخطر، هنا مكمن الخطر، هنا مكمن الخطر. نعم 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 نعم. يا على الكرة، لكن لا، شو القرار؟ شو اللي جرى؟ رمزان النعيمي يلغي الهدف، رمزان النعيمي يلغي الهدف. لماذا هذا؟ يقول بأن هناك راية وتسلل ما فيها. رمزان عطني ثلاثة ثلاثة، عطني ثلاثة ثلاثة. مبروك الريان، ثلاثة 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 ثلاثة. هدف سليم، هدف سليم. نعم 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 نعم. يا بو يا بو، تراهم يا بو. الثالث التعادل، العودة لأجواء اللقاء. نعم، ثلاثة لثلاثة. ما يجوز، ما يصير. عندما تصل إلى ياسين أن لا يسجل. حركات 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 إطلاق. متسللا ياسين، وبعد ذلك يسجل يوهان بولي بنفس الطريقة أمام قطر، إن كنتم تتذكرون، أمام الملك. نعم، افرح يا كوردوبا، افرح يا رياني، افرح من خلالي. سنتابع الآن، هناك دور كبير لحراس المرمى، شاهدنا ذلك في العديد من المباريات والبطولات، وشاهدنا أبو جبل من سيكون. جابسكي، جابسكي الدوحة، سعودكي ولا فهدكي، راح نشوف. لكن هذا ياسين إبراهيمي الآن من سيسدد أول ركلة لمصلحة الريان. الريان، ياسين سعود، ياسين، ياسين إبراهيمي، أول كرة، أول ركلة. نعم 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 نعم، أول الأهداف تأتي الآن لمصلحة الريان عن طريق ياسين إبراهيمي. يسجل الأولى الريان، يسجل الأولى عن طريق الكابيتانو ياسين إبراهيمي. عمر علي الآن هو الذي سوف يذهب للتسديد. هذا عمر علي، اللاعب اللي سجل أول أهداف المواجهة. نعم، في شوط اللقاء الأول كان له دورا كبيرا، كان مميزا للغاية، وبالفعل قدم مباراة كبيرة، قدم مباراة كبيرة. الآن عمر علي هو اللي راح يسدد لمصلحة الوكرة. أولى الركلات. نعم 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 نعم، هو الآخر يأتي بالتعديل لمصلحة الوكرة، يأتي بالتعديل لمصلحة الوكرة. لدينا الآن هذه الكرة التي لعبت، وبهذه الطريقة التي سدد من خلالها يأتي هاشم علي الآن. واحد واحد، راح نطول احنا اليوم، شكلنا على مستوى التعادل حتى الآن. واحد واحد ما بين الفريقين، ولدينا هاشم علي اللاعب الذي دخل بديلا في شوط اللقاء الثاني، يأتي ليسدد ثاني الكرات بالنسبة للريان. هاشم علي وسعود يسجل ثاني أهداف للريان، وضحى بشكل مميز للغاية في الزاوية اليمنى، وذهب سعود الخاطر في الزاوية اليسرى، في الزاوية اليسرى. 2-1 لمصلحة الريان، ويأتي الآن بنيطو ليسدد ثاني الركلات، يأتي بنيطو الآن ليسدد ثاني الركلات، بنيطو ليسدد الركلة الترجيحية الثانية. لكن بنيطو تحس انه الريت ناشف. بنيطو يأتي ليسدد ركلة الجزاء الثانية. جول مع انه فهد يونس كاد ان يتصدى لكرة بنيطو. هذه الطريقة بهذا الاسلوب كاد فهد يونس ان يتصدى.
صدى لكرة من يطو. 2-2 2-2 ستيفان. هذا عاد لاعب لك كاس عالم، هذا لاعب لك في روما، في اشبيليا، في 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 لعب خبرة كبيرة جدا. لكن هذه ما تعب خبرة، شوف ركلات الجحل تقول لي هذا وين وهذا، لا ما فيها ركلات الترجيح، ما في. لو فيها ما أضاع مارادونا، لو فيها ما أضاع روبرتو باجو، لكن هذا ستيفان زوزي. بوب 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 يا زوز، وين يا زوزي؟ كنا نتحدث عن من يضيع، وأضاع ستيفان زوزي، ذهبت إلى وين يا زوزي؟ بعيدة يا زوزي، يضيع زوزي ستيفان، أول ركلة للريان. إذا أصبحت 2-2، لكن بتسديدة أقل بالنسبة للوكرة، بتسديدة أقل بالنسبة للوكرة عن طريق أوميد إبراهيمي. شوف في ركلات الجزاء لما يضيع فرصة تضيع اللي بعدها كبيرة، فرصة تضيع اللي بعدها كبيرة، ترى يقولون يقولون، لكن هذا أوميد. أوميد الله 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 الله، هذا شيء يضيعها، هذا شلون يضيع؟ هذا ما يرحم، هذا جلاد من سدد بهذه الطب قوية قوية في المرمى، سددها لدينا أوميد ويجعل الآن الوكرة من يتقدم 3-2 بعد أن سدد كل فريق 3 كرات. كل فريق سجل أو سدد 3، لكن الوكرة سجل 3، الريان سجل 2 بعدما أضاع ستيفان زونزي الكرة. الآن يوهان بولي جاء الدور على يوهان بولي، يوهان بولي هو من سيسدد لتعديل الكفة، لتعديل الكفة يوهان بولي على التنفيذ، وسعود موجود. يوهان بولي نعم يسجل، يوهان بولي بطريقة جميلة للغاية، وضعها في شباك قوية بشكل ممتاز. يوهان بولي يضع التعادل بعد أن لامست، نعم لمسها سعد أو سعود الخاطر، نعم لمس الكرة الماضية سعود الخاطر. شوف عشان يكون عندك علم، الآن دالة سيسدد، تدرون أن هذه الكرة هي أهم كرة في المباراة، كرة دالة الآن هي أهم ركلة من كل الركلات الموجودة، هذه هي الأهم، هي الأهم، لأنه لو سجلها سيصبح الوكرة على بعد ركلة مهما جرى في ركلة الريان الأخيرة. لكن دالة شكله دالة عنده نية يسوي شيء غريب، دالة على تنفيذ ركلة الجزائر. دالة الله 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 يا دالة يا دالة يا دالة يا دالة، وضعها بطريقة ممتازة للغاية بكل ثقة بكل يعني ها توجيه في الزاوية اليسرى، وذهب فهد يونس إلى الزاوية الأخرى. شوف ولد الوكرة راح يشوت، من ولد الوكرة؟ علم الله، هذا ولد الوكرة طالع من الوكرة، بدأ من الوكرة، راح من الوكرة، لكن يواجه سعود. إذا تصدى لها سعود فاز الوكرة، إذا سجل سنشاهد في النهاية ما الذي من الممكن أن يحدث. شوف يعرف له، يقول له أنا أشوفك، أنا أعرفك، أنت من ولده، لكن يعرفه هو بشعار الريال، لكن يعلم تماما من هو. والآن لدينا هذه الركلة، إن ضاعت فمبروك للوكرة، وإن سجل ننتظر القادم، ننتظر القادم. علي مال الله في واجهة سعود، علي مال الله، الله الله الله، يسجل علي مال الله، يسجل علي مال الله، لاعب الوكرة السابق في المنتصف، لكن سعود سعود كاد أن يتصدى للكرة الماضية. شوف الآن خذ عندك يا ولد الريان، راح يسدد في مرمى الريان. مراد ناشي من لعب لسنوات طويلة جدا في صفوف نادي الريان، الآن هو من سيسدد في مرمى فهد يونس. شوف بالمثل، العين بالعين،
انت خليت ولد الوكره يسدد اخر كره، احنا راح نخلي ولد الريان يسدد الكره الاخيره. مراد عسماوي ها شمال يسدد برجله الشمال، هذا اللاعب او يمين، لا يمين يمين يمين، مراد يمين، مراد يمين، مراد يمين، والوكره وين؟ الوكره وين؟